ومداخلتها الفلسفة والموضوعات الحداثة. أتمنى الالتزام بالوقت 10 دقائق. مرة أخرى أجدد الترحاب بالدكتور الكريم، ومرة أخرى أيضا أجدد التعبير عن سعادتي بمجانبة هذه الطلبة على رأسها الأستاذ محمد الشيكا. بالصدق تخصصي ليس فلسفة، ولكن قلت مع نفسي ناخذ المغامرة لنمشي فقط للنمش في جلدتي الفصل الثاني من كتاب هايدغر وسؤال الحداثة. وبصدق أيضا من خلال بحثي في هذا الفصل وجدتني أستعيد مجموعة من المصطلحات والمفاهيم التي ربما فرضت منذ سنوات التخصص الذي أنا أدب عربي، ولكن مشيت اتجاه النقد. وبالتالي شبيه الى الفلسفه. لذلك لا تؤاخذني استاذ ان جانبت الصور. الورقه النقديه التي ساقدمها هي في الباب الثاني من سؤال من هايدغر وسؤال الحداثه للكاتب والناقد محمد الشيكري، والمعنون بالفلسفة وموضوع الحداثة. ليس من السهل الخوض في الحديث عن علاقة الفلسفة بالحداثة، ذلك أن استنطاق مفهوم الفلسفة والحداثة يستدعي السؤال الفلسفي في نسقه المعرفي الذي لا يستكين إلى حدود معينة، وهو ما يسمح للفيلسوف أن يمارس عملية الترحال فوق الزمن عبر التفكير، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بهيجر وفلسفة الحداثة. إن الوقوف عند دلالة المصطلحين يجعل من الصعب اختراع كل منهما إلى قياس معين، لكن دعنا نقود المغامرة من خلال كتاب هايدغر وسؤال الحداثة للناقد والكاتب محمد الشيكر، لنقول أن مفهوم الفلسفة والحداثة ظل ملتبسين ومعقدين بما ينطويان عليهما الأمور، لأنهما لا يكشفان عن نفسيهما في موضوع محدد، بل هما مرتبطان بحقول معرفية كثيرة وبمجالات متنوعة، خاصة وأن ظهور مصطلح الحداثة ارتبط بالغرب مع التحولات البنيوية الكبرى التي شهدتها أوروبا، وهو ما أفرز الإشكالات حول مدلول هذا الأخير وشموليته، ذلك أن أوروبا عرفت منذ القرن 17 ثورة علمية تقنية رافقت الثورة الصناعية بإنجلترا التي فجرت الثورة الفرنسية والثورة القومية البرجوازية. هو مدى الشرف بداية عصر جديد من التقدم والبحث العلمي، وسمته السيرورة الرأسمالية كنظام اقتصادي بيروقراطي يقوم على تقسيم العمل الاجتماعي والاعتراف بقدرات الإنسان الذهنية. إن تداخل هذه التحولات في علاقة جدلية هو ما معنى مفهوم ومسار الحداثة، وبالتالي لا يمكن أن نحصرها في مجرد نظام ثقافي بقدر ما هي حركة تنويرية عقلانية. يبدو لنا من الوهلة الأولى أن العنوان الذي صدر به محمد الشيكر في الباب الثاني وهو الفلسفة وموضوع الحداثة، والذي تناول فيه العناصر التالية: الفلسفة كأنطولوجيا للراهن، والحداثة كموضوع فلسفية، هيجل أول فيلسوف للحداثة، ثم هيجل وفلسفة الحداثة. حقا تكتنف دلالات غزيرة ويفيض بمعاني متباينة تدور حول الفلسفة والحداثة والراهن والوجود. إن مفاهيم بهذه الشساعة تتطلب منا وقفة تأمل نسائلها فيها من زوايا نظر فلسفية، ذلك أنها تطرح عدة إشكالات مرتبطة بتاريخ الفكر والفلسفة. فما هو المقصود بهذه المفاهيم؟ هل الفلسفة هي فقط ذلك الخطاب التجريدي الذي لا يلامس الواقع؟ وهل الحداثة تنحصر في كونها قضية سوسيولوجية ولا تمت بصلة إلى الأسئلة الفلسفية؟
وهل الراهن هو ذاك الزمن المخلوط ببقايا الماضي في سراديل الحاضر؟ إن هذه الأسئلة تستمد مشروعيتها الفكرية من كون الفلسفة عالجت مواضيع ميتافيزيقية تستجيب للفكر الذي كان دائما محاورا مباشرا للفلسفة الوجودية والفينومينولوجية، فقد كان هاجسهما الأساس هو نقد أزمة الحداثة المتجلية في هيمنة التقنية على الفكر الغربي، مما أدى إلى هيمنة الفكر الذاتي. يذهب محمد شيلر بمستهل الباب الثاني الفلسفة موضوعة الحداثة إلى ضرورة التجاوز عن أن الفلسفة ما هي إلا محض خطاب نظري تجريدي لا يطرح السطح الواقع إلا مقلوبا أو مغلوبا، وأن الحداثة هي مجرد قضية سوسيولوجية، وأن نصرح بكل ثقة أن الحداثة هي الأفق الإشكالي للفلسفة، وأن الفلسفة هي خطاب الحداثة بامتياز، كما أكد أن قضية الفلسفة الجوهرية منذ هيجل تظل هي قضية الحداثة. وفي الإطار نفسه يقول ميشيل فوكو: لا نجد من هيجل إلى هابرماس مرورا بنيتش أو ماكس فيبر فلسفة لم تواجه مباشرة أو على نحو غير مباشر هذا السؤال نفسه: ما هو إذن هذا الحدث الذي ننعته بالأنوار؟ يصرح محمد شيلر أنه منذ القرن الثامن عشر أخذت الفلسفة شكلا مغايرا، ذلك أنها لم تعد تأمر باستجلاء الماهيات وكشف الأسباب البعيدة والعلل القصوى أو تأبه بصبر أعماق العالم المثالي، إنما باتت مشدودة إلى مصير العالم وصيرورة التاريخ. ومن ثم تورط الفيلسوف في دراسة الحداثة وعانق الواقع الإنساني وقلقه وطموحه للمستقبل، والتزم بقضاياه المصيرية وانخرط في إشكالاته الأساسية، ليخلص إلى أن الفلسفة باتت محاولة لفهم دلالة الحاضر باعتبار تجربة معيشة ومحاولة للارتقاء بحدث الحداثة من العيني إلى الذهني، أي الارتقاء به إلى مستوى المفهوم واستيعابه على صعيد المبدأ الناظم الثاوي في تضاعيفه والمحايد لتجلياته. في معرض كلامي هذا بعض الكلام مأخوذ يعني من الكتاب مباشرة. وبهذا المفهوم الجديد للفلسفة أصبح بالإمكان استنطاق دلالة الراهن وتأويل معاني الحداثة بوصفها تجربة أنطولوجية في كليتها بواسطة مفاهيم واسطة. ويعتبر هيجل حسب هابرماس أول من جعل من الحداثة إشكالية أساسية لفلسفته، انطلاقا من مبدأ الذاتية الذي يشكل القاعدة الأساسية للحداثة عنده. يقول إن مبدأ العالم الحديث بشكل عام هو حرية الذات أو الذاتية، ولأن الحداثة تتصف ببنية علاقة مع الذات فقد شكلت ارتدادا إليها، وتحيل الذاتية من منظور هيجل على أربع دلالات أفاض في تفسيرها هابرماس وقد أوردها محمد شيلر، وهي الفردانية individualism باعتبار أن الفرد قادر على أن يمنح قيمة للأفعال والأشياء وحق النقد، بمعنى أن لا يقبل الفرد أمرا إلا بعد تأهيله، واستقلال العمل أو الفعل والسلوك هو الفلسفة المثالية. وهنا يتبع هيجل مفهوم روح العصر الذي يتمثل في الوعي التاريخي بالحداثة في الفصل بين الزمن الماضي والزمن الكائن